ينادى عليك كذا في وسط الأشهاد، فلان ابن فلان، استعد للوقوف بين يدي الله. الآن تقف بين يدي الله. يجيبون العاصي اللي كان مخربها في الدنيا، فيقول له الله يا عبدي تذكر ذنب كذا يوم كذا، فيقول لا ما سويت، ينكر. الله يقرر بالذنوب وهو ينكر. فالله سبحانه وتعالى يقول له يا عبدي ترى عندي شهود، عندي شهود. فهذا طيب الله ليش يقول له عندي شهود؟ ما بإمكان الله سبحانه وتعالى يرميه في النار على طول بدون ما يسأله؟ لأن الأمر أمره والخلق خلقه والملك ملكه. عيسى عليه السلام كان يقول عن قومه لله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقول لها الله يا عبدي عندي شهود، في الملائكة شاهدين عليك، في الناس شاهدين عليك، في الأرض اللي كنت تمشي عليها شاهد عليك، الرسول شاهد عليك. فيقول لا يا رب ما أرضى إلا بشهود من نفسي، لا تجيب لي شهود من برا، أبغى شهود من نفسي. فيأمر الله عز وجل الفم إنه إيش؟ يكتم ولا يتكلم. وتبدأ تتكلم اليد، تتكلم الرجل، تتكلم العين، تتكلم الأذنين، تتكلم اللسان، كل الجلد هذا كله جلدك، جلد هذا الإنسان يبدأ يتكلم وهو قاعد يسمع كما قال الله في القرآن الكريم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. طبعا هو لما يسمع جلده يتكلم، يبدأ يكلم جلده، يقول له ليش تشهد علي أمام الله، يقول الجلد ليش تشهد علي، فيقوم الجلد ويرد عليه. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، لم شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء.